وسعادة للآخرين، ذا رحمة وفضيلة كالماسي كالدر الثمين. كن في حياتك غيمة تروي الحنايا والحنين، ما أجمل الدنيا رداء عشنا بها متراحمين. في رحمة الإنسان نستلهم الإحسان، والراحمون المحسنون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مشاهدينا الفاضل، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والمسرات، وأهلا ومرحبا بكم رحماء بينهم. من لان قلبه وقرب دمعه وشعر بغيره يستحق أن يكون إنسان. الراحمون يرحمهم الرحمن. معنا نتساءل، هل ما زالت الرحمة بيننا؟ هل ما زال الناس يتراحمون فيما بينهم؟ وأين نحن من هدي الحبيب المصطفى في تعاملنا مع الناس؟ رفع الله مقام الشهيد وأعلى مكانته في الدنيا والآخرة، فهو حي في الدنيا فرح بما قدم، مستبشر بجنات النعيم. شهداء الثورة الجزائرية والفلسطينية وسام فخر ورفعة تعتز بهما الأمة الإسلامية. بعد التضحيات يأتي النصر، ألا إن نصر الله قريب. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنا ما شفيتش مليح على المجاهد الفدائي الله يرحمه سي إسماعيل، وش من وقت كي صارت المعركة هذيك؟ وين في 62 61 وين؟ بالضبط في الستينات. 61 61 61 كيف صارت؟ جا هو صاحبه مجاهد دخلوا في دار في لا فدائيين تاع مفارق في بوفار، عيطوا لزقة العرب. فوالا دخلوا صاحبو لداخل، دخل داخل وداروا لنا كروشاج. جات لارمي، لارمي فرونسيز، ان شار دي ميليتير سيرك، لو قاعدك البورتو الحي هذاك داروا كروشاج، شدوا معهم شدوا معهم شدوا معهم صاحبو الله يرحمه استشهد الله يرحمه اللي كان معه. هو لا هو نقز من طار الدار. عمي ثاني توفى ثاني عمي الله يرحمه، ثاني يعطي كيف لأنه هذا في دار أنسيا موجهدين قال لي أنسيا مدير في السلاح كان واسم الله يرحمه وشقلوا مامري فوضيل الله يرحمه، كان فدائي، كان يخدم لي طرك، كان يخدموا لي طرك مع عمو، كان يخدم الماشينات ويعطي له يخدم لي طرك يعطيهم المجاهدين، ومام كان وصل حتى الحبس، في الحبس تخرج البريه وين تيديروا لي زطوطه.
سلام ورحمة الله تعالى وبركة. صح ولدي وش راكم جماعة؟ لاباس لاباس ولدي صح السلام عليكم ما شاء الله لاباس خير كم ليه شوية لاباس وش لعبة شاكم ديروا اليوم الله هنايا يوم وش رانا يوم ما مولودي زبيت والنهار اليوم وش كاين ماني عارف يا ياسين يوم نهار الشهيد يوم نهار الشهيد يا نعم نشوف كيف ولا ما تقرا وما والو ما تحوشوا تفهموا ما عليه كاش اللي يورينا يا ابي ياسين التاريخ التاريخ تاريخ مليح راكم ديجا طيب تعرف دول نفهموا بكم معليش الله يسهل ربي معكم ان شاء الله واقراوا التاريخ هذا وشنو هاي ربي يحفظكم سلام سلام الحمد لله يا ربي الله يبارك لي صافي في ليزير لأني شت أن جون مهتم راهو يعرف التاريخ حبي يعرف التاريخ تاع بلادو الحمد لله يا ربي عمي ياسين ماشي كاع الشباب كيف كيف أني راني مأسف كنا في القهوة سقسينا دي جون نعم عمي ياسين سقسيناهم قلنا لهم يا ودي اليوم نهار تاع الشاهد وكاع قال لك ما لبنا بوالو 18 فبراير يا عمي ياسين 18 فبراير ايه هاك شوف صح شغل لحظات اللي نتذكروا بها الشهداء سرت للتاريخ مرفوع الجميل وفي الحرمين شنو هذا يا عمي ياسين لما نشوفوها هذه راك تشوف 1958 هذه الاتحاديه 64 نهار كي جا بن بلا الغوفرنمون بروفيزوار كان واحد خمس سنين ولا هذا راه بالك شكون بوضياف الله يرحمه شوف كان جانا هنا فهم هذو لي بريمي مينيست لو بريمي غوفرنمون الجيريا نعم هذا الرئيس المسلم ها اه واسمو فهم بريمي غوفرنمون الجيريا وهذا عرفتهم شكون هذه لجنة 22 مؤتمر صومال مؤتمر صومال 17 جوان 1954 اه ريونيون دي 22 هذوما الله يرحمهم لي الله يرحم الشهداء منهم عمي ياسين اللي خرجوا ستة اللي فجروا الثورة ستة الأولين بارك الله فيك هذه عرفت وين الدار هذه عرفت واش داروا الدار اللي اجتمعوا فيها اللي اجتمعوا فيها ستة الله يرحمهم هكا اجتمعوا الدار الاولى اللي اجتمعوا فيها في الجزائر هذه هي مجموعه 22 شفناها في الصوره من بعد 22 الله يرحمهم رحمه الله يا وليدي كراك تعرف كاع الله يبارك ما شاء الله التاريخ راك تعرف الله يبارك تعرف باللي كاين حاجه تربطنا الثوره الفلسطينيه تربطنا مع الثورة الجزائرية هي عمي ياسين القضية تاعنا والقضية تاعهم مشابهة كيما احنا خضينا الحرية تاعنا بالدم هما ثاني كلام هكذا وأيضا ثاني كاين أرض يسموها أرض المغاربة إذا ما رانيش غلط كاين أرض المغاربة كاين أرض المغاربة هذه كيفاش جات هذه كي كان صلاح الدين أيوب صلاح الدين أيوب هذا كردي هبط يحرر القدس كل حد حرر القدس لقى قوة قوة عظيمة كانوا لي زونجلين لي فرنسي كانوا كاع كنت عندنا مع اليهود باش ما كانش يدخل تما كي صلاح الدين عيط لي بي ار ميسي مون قال نروحوا اروحوا لي عاونوني ما قدرتش كي طلع هو من الجزائر سيدي بومدين الله يرحمه من الجزائر بالجيش تاعو طلعوا حتى لباليستين طلعوا داروا ثوره معهم كي داروا الصورة سيدي بومدين طيح البرا تاعو هذه نحوها له مدفونة ثم من هذاك الوقت صلاح الدين أيوبي أطى سو أكت هذاك أكت بالثبوت كاع هذه الأرض كاع الشعب الجزائري على اسمها أرض المغاربة مغاربة هذاك اللي قرنوه مر هذاك
وعلى ذاك الشيء الجزائر دائما مترابطه مع فلسطين. بارك الله. قضية أرض ووطن. الشهادة في سبيل الله والوطن هي أجمل مصير للإنسان وأعظم درجات للنصر. شهداء الوطن هم من ضحوا من أجلنا، فهل يعرفونهم أبناءنا؟ سألنا فكانت الإجابة. شهداء الأبرار الله يرحمهم واللي حيين الله يفرج عليهم، وبيهم انا عايشين وكان مشيهم احنا ما ناش نمشيو في التراب هذا، والشهداء تاعنا يبقاو اعزاز وماتوا وفي قلوبتينا مازالوا حيين. واش نقول لاختي، الشهداء تاعنا ضحوا على جنة احنا بنعيشوا، الفراك ما داوهاش، ما عاشوهاش، ما عاشو المليحة، ما عاشو عاشو المرة، الله يرحمهم ويسهل عليهم. احنا هذو الشهداء اللي ضحوا بنفوسهم، خلاو ولادهم صغار وزوجتهم كاين اللي مالهم كاين اللي راحوا في سبيل الله في سبيل الوطن. هذه عندي ما عندها حتى يعني كيفاش نعلق عليها. هاد الناس اللي دائما الحمد لله نرحم عليهم كسوا الشعب ولا راهم يديروا لي كونكري نقولوا رحم الشهداء. حنا الشهيد هو عطانا الفلومبو للدراري، هما سطروا العداله، هما التاريخ الجزائر، هما القدوه تاعنا برسك، هما الماضي بدا بهم وخدموا لنا المستقبل تاعنا. ثم القدام كاخ مخممش في روحه هو باش يعيش هذيك الحياة ولا حاجة، خمم أن يحرر هذه البلاد وشغل باش يعيش ولاده ولاد ولاده ملاح. هذا الشهيد والمجاهد ولا هكذا أدرهم تكون القرآن الكريم، هكذا أدرهم تكون القرآن الكريم ورهم بين المكانة تاعهم والقيمة تاعهم إلى آخره، ولا ينكروا يعني الإنسان جاحد ينكر القيمة تاع المجاهد أو تاع الشهيد، يعني الفضل تاعهم كبير يعني بفضلهم اليوم إحنا رانا على كل حال نعم. ومهما يقول الإنسان زعما راني ولادي وكاع، تبقى الجزائر كبيرة بزاف كبيرة بزاف. أنا عندي جدة دارت 7 رجال استشهدوا 6، والوالد خرج من جامعة العلماء وكان كمل في جامعة زيتونة. العجوزة في الجبل سقسته، وهذه نحكي لك ذكرى على الوالدة، قتلوا أنا 4 دراري وندخل يعني ب 24 سنة ولا استشهد كش يكون المصير هذا للشهيد. قالها لو تعرفي قيمة الشهيد يموت على الوطن أنا نطلب إن شاء الله نكون شهيد. هذه يعني لا ديفينيسيون تاع الشهيد. كل الناس اللي ما عاش هذه الاحداث وغير ذلك، والناس راهم يشوفوا درك يقول لك زعما، ولكن هي حوايج صراو حوايج كبار بزاف يعني، والشباب تاعنا الى غيره ماهوش واعي بزاف، ماهوش واعي بهذه الامور. باش نمشوا على القدوه تاعهم لازم نكونوا اوفياء لهذا الوطن، لازم نخدموا بلادنا، لازم نبنوها نحنا، ولا سميها لي البلاد هذه تبنى بالشباب تاعها، ثم نحنا ثم لازم علينا نبنوها هذه البلاد وتكون أحسن من برشا بلدان. كل قطرة دم نزلت سقت نخيل الوطن فارتفع شامخا. كان النبي عليه الصلاة والسلام مجاهدا في تبليغ الرسالة، وكذا الصحابة من بعده، فمات شهيدا. كان من هديه عليه الصلاة والسلام يحث الصحابة على نيل الشهادة، فبالشهادة والتضحيات وصل الإسلام إلينا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
يقول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. للشهيد في الإسلام مكانة عظيمة، فإنه يغفر له من أول قطرة من دمه، ويعفى من عذاب القبر، ويرى مقعده في الجنة، ويشفع في 70 من أهله. لا شك أن ثمن الحرية ثمنها ثمن جسام، فضحى شهداؤنا الأبرار على هذه الأرض وسقوا هذه الأرض بدمائهم، فللحرية ثمن. وإنما يعانيه إخواننا في فلسطين، في أرض غزة، أرض العزة، بدمائهم. والشهداء الذين نشاهدهم قوافل دليل على أن النصر قادم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، فالله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. الله نسأل أن نكون دائما رحماء فيما بيننا. في أمان الله، والسلام عليكم. للآخرين ذا رحمة وفضيلة.